من قمة أوليمبيا، وفي اقتباس تاريخي لأسطورة بروميثيوس سارق النار، انطلق فانوس يحمل شعلة الألعاب الأولمبية لعام 2024 لتبحر من اليونان إلى فرنسا عبر رحلة ستستغرق 12 يوما. الشعلة الأولمبية أوقدت يوم 16 من شهر إبريل الجاري في أوليمبيا بجنوب اليونان، التي تعد مهد الألعاب القديمة لأكثر من 1000 عام، منذ حوالي 776 قبل الميلاد إلى سنة 393 للميلاد. على طريق طوله 5000 كيلومتر عبر اليونان، يتناوب على حملها عدد من أبطال الرياضة لتعبر ليلا في الأكروبوليس القديم قبيل أن توضع في السفارة الفرنسية خلال الليل. وغادرت الشعلة الأولمبية ميناء بيريوس في أثينا على متن السفينة الشراعية الفرنسية بيليم ذات الصواري الثلاثة، والتي تم بناؤها في القرن 19 تزامنا مع أول دورة ألعاب حديثة في أثينا. ومن المقرر أن تصل الشعلة الأولمبية إلى مدينة مارسيليا الفرنسية في 8 من شهر مايو المقبل، قبل أن تنطلق عبر فرنسا لتصل إلى حفل الافتتاح في باريس، حيث ستقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 من شهر يوليو وحتى 11 من شهر أغسطس من العام الجاري.